عصابة الخميس والجمعة إنجاز تسميتها هكذا أخيرا في قبضة الأجهزة الأمنية بالمكلا، كمتهمين للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء ليقول كلمته بحقهم. عصابة مهمة الشخص الأول فيها استكشاف وتمشيط في منطقتي فوها وبويش بمدينة المكلا كل عصر يومي الخميس والجمعة، مستغلا خروج الساكنين من منازلهم سواء للزيارات أو التنزه. عقب ذلك يقوم بالاتصال على شريكه الآخر ليأتيه إلى مكان الجريمة، وحينما يحل الظلام يبدأان بمهمة السرقة. وصلت ضحاياهم إلى ما يقارب 15 منزلا حسب المصادر الأمنية. في عام 2020 تم ضبط 3 عصابات متخصصة، منها سرقة المنازل والدرجات النارية والسطو المسلح على الأزل. بالنسبة لسرقة المنازل في شرق المكلا وغربها، في غرب المكلا تم ضبط المتهم داخل البيت من قبل المواطنين وتم الاغلاق عليه وتحرك عثر الشرطة وتم أخذه إلى مركز الشرطة وأخذ أقوال على عجل وفاء بأن مضبوطات موجودة في شرق المكلا بوش، وعلى ذلك تم إصدار أمر تفتيش قضائي من النيابة العامة وتم أخذ المضبوطات. لم يكن هؤلاء المتهمين هم الوحيدون الذين سقطوا في قبضة الشرطة بمدينة المكلا منذ مطلع العام الجاري، بل هناك عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية قوامها 5 أفراد، وأخطرها عصابة السطو المسلح التي تتكون من 4 أفراد تستهدف سكن الطلبة الجامعين وغيرهم، تخصصها سرقة الهواتف وبطائقهم الشخصية. عصابة الدراجات فتم ضبط الدراجات في غرب المكلا تقريبا 12 دراجة نارية، قيمة كل دراجة من 2000 إلى 2500 ريال سعودي، وسوف تحال ملفاتهم إلى النيابة لاستكمال الإجراءات. 3 عصابات مختلفة الأسلوب والضحايا، ظن لصوصها أنهم بمأمن من العقاب، لكن الشرطة كانت لهم بالمرصاد، ويأمل الضحايا أن ينال المجرمون جزاءهم الرادع والعادل.